انظموا ليمت هذه الجمعة والسبت ويوم الأحد الدورة الثانية للحلقات التكوينية الموجهة للنساء. مش تستفيد من التكوين هذا أكثر من 100 نمرة اللي اخترناهم من مختلف جهات ومعتمدية القروان، نساء اللي جايين من أفاق مختلفة، فما العاملات في القطاع الفلاحي، فما الموظفات، فما الشابات المتحصلات على شهادات عليا، فما عديد النساء اللي مش يتكونوا فيما يتعلق بال بطبيعة القانون 58، ولكن أيضا حول التمكين. التمكين يعني لشنية المهارات اللي تنجم تكون عندهم باش ينجموا يزيدوا يطوروا من القدرات متاعهم. نعملوا أيضا على أنه نعزز صمود النساء باش ينجموا يتأقلموا مع مختلف التغيرات اللي قاعدين نعيشهم على مستوى وطني وخاصة على مستوى جهوي من تغيرات اقتصادية اجتماعية وحتى بيئية. الحقيقة تهدف الدورات هذه إلى تعزيز قدرة النساء، أنه إحنا نراو أنه أحسن طريقة لمناهضة كل أشكال العنف اللي تعرضوا له النساء وخاصة في جهة القروان وبالخصوصية متاع جهة القروان، اللي صحيح أنه النساء تتعرض بصفة كبيرة إلى العنف الجسدي والعنف الزوجي، ولكن فما عديدة التمظهرات للعنف الاقتصادي والاستغلال الاقتصادي إلى جانب يعني مظاهر أخرى إلى العنف من عنف إلكتروني ولفظي وغيره. لتحسين النساء ضد العنف إحنا في حاجة إلى تعزيز القدرات متاعهم، إلى رفع مستوى الوعي متاعهم بالحقوق متاعهم، يكونوا قدرات على أنهم يدافعوا على رواحهم ويتمكنوا أيضا اقتصاديا، على خاطر زادة هذه فرصة باش النساء هذه تتخلق ديناميكية بيناتهم ويتخلق يعني مشاركة للتجارب الإيجابية اللي بيناتهم. هذا يمشي عزز القدرات متاع النساء، وأنا الحقيقة رأى أنه يلزم نراهنوا على النساء والقدرات متاعهم، على خاطر إذا كنا نحبوا نحفوا بعض من التغيير في جهة القروان فيلزمنا نعولوا برشا على قدرات النساء. رأوا أن المرأة حين تتمكن ترتقي هي قادرة على أنها ترتقي بالمحليات متاحة بالجهات متاحة. المشروع هذا بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي والوكالة السويدية للإنماء الدولي. المشروع تم انطلاق فيها سنة 2022، يهم 4 ولايات خصوصا اللي هما ولاية القيروان، سيدي بوزيد، جندوبة وتوزر. المشروع فيها زوز أهداف رئيسية. الهدف الأولاني هو دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لمناهضة العنف المسلط على النساء، وكذلك التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الداخلية. أول ما بدينا في المشروع حاولنا ننظم موائد مستديرة ضم كل ممثلي وممثلات السلطات الجهوية اللي هما حابين نتناقشوا في مواضيع تلك مناهضة العنف المسلط على النساء، وكذلك وضعية التمكين الاقتصادي والاجتماعي. اليوم كيف كيف نرجع للقيروان للمرة الرابعة في إطار دورة تدريبية ثانية حول التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف المسلط على النساء في آفاق الصمود. احنا في كل ولاية اخترنا 100 نمرة من فئات مختلفة لأن ندعم قدراتهم في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ونمكنهم من آليات مناهضة العنف المسلط على النساء. كذلك تم في ولايات أخرى دورات تدريبية. سيتم اختيار هذه الدورة 15 مرأة من مجموعة 100 من أجل تكوين شبكة الصمود. الشبكة هذه ستقوم بإنجاز خطة عمل لمدة 6 أشهر لمناهضة العنف والتمكين الاقتصادي. حابين نشوف فئات مختلفة كنساء حاصلات على شهادات عليا، نساء معطلات عن العمل، نساء عاملات في القطاع الفلاحي وموظفات، من أجل أن نشبكوا ما بيناتهم باش أنهم ينجموا يتعاونوا في إطار عمل شبكي من أجل خلق مشاريع، وكذلك وضع أنشطة من أجل التعريف بالقانون 58 والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. ستكون هناك دورة ثالثة في ولاية القيروان كما الولايات الأخرى على ضوء التوصيات اللي باش تنبع من الدورة هذية. الحياة FM، الإذاعة الأولى للصحة في تونس.